هذا برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على راديو مسك. سبور نعم سبور على راديو مسك، كيما أدربناكم بالموسيقى باش نعيشوكم عالم الرياضة من الاثنين للجمعة من 11 لنص نهار ونص مع دريم تيم قيادة إسلام المدب، وين تلقاو تحاليل موضوعية أكتواليتي حوارات ونقاشات. راديو مسك، أحنا الموسيقى وأحنا سبور. زادا الخميس 19 سبتمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. تنجموا تتابعونا وين ما كنتوا في تونس العاصمة من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9، وتتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكل من خلال موقعنا او راديو مسك بالطبيعة، وكيف كيف تلقاونا على اللايف ستريمينج في فيسبوك على سونغون، كيف كيف تلقاوها على قناتنا في يوتيوب سونغون كذلك في يوتيوب. تتابعوا اللايف ستريمينج نتاعنا متواصلين من توا حتى النصف نهار ونص، نحكيه ساعة ونص كرة آخر مستجدات في الساحة الرياضية التونسية مع ضيوفنا اليوم. يحضر معنا، خلينا نبدأ باللي صار اليوم. مختار دبوس مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بجميع ضيوفكم ومتابعين ومستمعين مسكافة. أيضا مروان تاج، أهلا وسهلا. أهلا بك سلام، مرحبا بالأخيين اللي معنا ومستمعين راديو مسك، وإن شاء الله مبروك الـ 100,000 أبوني. باهينا في ساعة في ساعة الحمد لله، ان شاء الله مزيد من التعلق خويا. ان شاء الله. وانت خويا كسرت هالدنيا في اول في اول نهارين. سيدا بوراوي اهلا وسهلا. مرحبا خويا سلام، مرحبا الماتر ودبوس، مرحبا خويا احمد صالح. لا ما ترحبش بيه احمد صالح، مرحبا اخي سامحني ولا هو المنشط. يعطيك الصحه سلام. انا ارجو منك يا سلام، ارجو منك خويا وبكل لطف ان كل حلقه تجيب فيها سيري ذا تعفيني منها، تجيب لي سيد كمال بن خليل. يحبك استاذ سيري ذا. حب ماهوش متبادل. انا ساعه نحب ان سيري ذا عندك حق رد. والله نحترم كلامه، اذا ما زلت تشوفني اعمل لي تحب. نخلي صديقي رضا دوكوتي ونمشي لخويا مختار باش نقول له راني انا ما نوافقكش الراي بتاتا في خصوص انتداب الترجي اللي راد لاري العزوني كرد فعل كرد فعل على انتداب السيلي. انا نقول لك اللي الترجي، انا لست وليد قرفاله ولا ادافع على الترجي التونسي ولست معناتها لسان دفاع، لكن الحقيقه ساعات تقال. معناتها الترجي التونسي جاب لاري العزوني لانه غيلان الشعلالي ما جددش العقد نتاعو، الترجي كان مضطر انه يلوج على بيفو، البيفو اترونجي ما نجمش بحكم عدد اللاعبين الاجانب، كان مضطر انه يجيب لاري العزوني ملاعب انترناسيونال اكس انترناسيونال وملاعب يعمل معناتها باركور باهي في النادي الافريقي. ولو الترجي التونسي جا حاشو بالسهيلي راهو جدد له راهو قعد معاه، لكن الترجي السهيلي للاسف خذا فرصه في الترجي التونسي ولو انها منقوصه، لكنه يعني ما فرضش روحه لاسباب عديده. خلينا نعرفوا كان عندك الاسباب شنو رياضية ولا مش رياضية؟ لا مش رياضية، لأنه السهيلي اتهم في يوم ما أنه تخاذل في ماتش الكوب. تخاذل في ماتش الكوب اللي خسرته الترجي الرياضي التونسي. شنو تخاذل؟ سيب الماتش معناها؟ إي تخاذل، هذا ما يقال. كلام كبير هذا، ما يقال. هذه من بين الأسباب التي عجلت برحيل السهيلي من الترجي الرياضي التونسي. أنت أحمد صحفي ما شاء الله خبرة كبيرة، ما تقوليش ما يقال، إذا كان عندك معلومات ثابتة وأكيدة، لكن ما يقال يتقال في الشارع لا حاجات. أنا معلوماتي أنه السهيلي اتهم، أنا ما نقولش تخاذل خاطر، أما اتهم، أنا ما نقولش الملاعب تتخاذل، أنا مش أنا باش نعطي موقفي منه، لكنه اتهم بالتخاذل في مباراة محيط قرقنة في مسابقة كأس تونس اللي أقصي منها الترجي الرياضي التونسي، وتم تعنيفه. معناتها لا علينا يعني هذا الموضوع نتجاوزه. لا مش لا علينا، تقول في كلام بطل لي لا علينا، من شكون تعني؟ هذا ما حدث للسهيلي اثر مباراه كاس تونس ضد محيط قرقنة واللي عجلت برحيله من الترجي الرياضي التونسي. من شكون تعنيفه؟ انا اكتفي بهذه المعلومات خويا. من الجمهور؟ لا ادري. مسؤولين اداره؟ انا نتصلوا بالسهيلي ونسالوه. انت جبت الموضوع خويا ولهنا وحلت روحك. انا باش نوحي معاك، باش نوضح انا مساله السهيلي. انا جاوبت خويا مختار اللي قال راهي الترجي انتدبت لاري العزوني كرد فعل على انتقال السهيلي الى النادي الافريقي. انا قلت لك انا الترجي التونسي حسمت امر السهيلي بانه يغادر الفريق، ما عادش عنده مكان في الفريق لاسباب فنيه واسباب تاديبيه وعديد الاسباب. عندك جرأة اكثر من هكا؟ لا اكثر شيء من الجرأة هذه.
انا فسرت لك علاش السهيلي ما قعدش في الترجي التونسي وعلاش الترجي جاب تراضي لاري العزوني راهو ما عنده حتى علاقه بال انا جواب الخويا مختار انا مانيش راني وليد قرفاله ولا هيثم الراجدي اصدقائي هيثم تحيه لهم زوز اسمعني اسلام صدقني وليد الصالح يخدم في خدمه اكثر من وليد قرفاله في لا سمير لوسي وليد الصالح يخدم في خدمه خير من وليد قرفاله وخير من هيثم الراش صدق ولا يحب على البوست هذا تو شو انا كحكي يقول نخدم في الترجي سي نورمال يشرف ولا نادي الافريقي ولا نجم الساحلي ولا نادي الصفاقسي تو هو كيقول تخاذل والجوار يسمع التهمة باش نبداو واضحين في المصطلح التهمة وهو توا معناها كل ما تجبد الترجي لا تلقى احمد الصالحي المدافع عدد واحد للترجي الرياضي التونسي انا ندافع على الترجي لا لا انت في اي ليس بحاجه في البلايلي دفعت السيني دفعت اولا لاري العزوني لاري العزوني مع احترامي لا ليه لا 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 لا. ليس غيلان الشعلاني غيلان يفوت وباشوات في الكوره وفي اللي تتصوروا في مخكم انا نجمش يعبي بلاص غيلان الشعلاني هذه اول حاجه وانا حكيت على التوقيت ولا كان تم الاتفاق مع لاري وصحح قبل السهيلي لو صحح السهيلي اليوم بعد 10 ايام صح لاري العزوني باش تقول لي في مفاوضات هذا رايي وبرشا يوافقوني فيه انا باش تقول لي باش يعوض غيلان مش غيلان وتو تشوفوه نحن لعب في النادي الافريقي ونحن تفرجنا فيه لعب عادي في المباريات الكبيره ماكش باش تلقاه ومن بعد نحن هنا عام كامل مع بعضنا تو ترجعوا لكلامي راني مش مختص فنيا لكن نفهم شويه كره انا بالنسبه لي انا باش تقول السيدي السيدي ان شاء الله السنه يكذبك ويثبت العكس انا ما قلتش مش ملاعبي لا تقول لي ما انا اقول قرقنا ما تسحقش باش اسمعني اسمع قرقنا راي ما تسحقش باش جوار في الترجي تخاف انا ما قلت راك بالبي بالاسبوار بالكادي مع احترامي القرقنا فهمتني الماتش هذاك صار فيه حاجات في المياه العكر لا لا هذه المياه العكر هذا نوع من الاسياد بالنسبه لك انت جوار مصح في النادي الافريقي تتهمه بالتخاذل ما تهمتوش يا مخ انا قلت خروج من الترجي التونسي كان في جانب مازالش يتخاذل مع النادي الافريقي لا 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 مش صحيح لا لا شنو اسمعني لا تخرج كلامي من سياق وتحطني راس راس تخاذل وكليت ريحه هكا وقلت انا قلت اللاعب خرج من الترجي الرياضي التونسي للاسباب التاليه لم اقل هذا اللاعب متخاذل ولا ما عرفش يلعب قلت حتى فرصته ما خدهاش كامله في الترجي الرياضي التونسي باش نبداو واضحين ولا اظن انا اني اكثر واحد مكروه من جمهور الترجي الرياضي التونسي من الترجي لكن الحقيقه اقولك لا اظن ان الترجي الرياضي التونسي يعمل انتدابات يعني بالشماته وبالنكاله وخاطر مشى لك انا نجيب العزوني لا لا الترجي ارقى واكبر من انه يقوم بهذه الاشياء مع كامل التحفظات يعني نحن جيران الترجي والافريقي جيران وقت اللي جواري نحي مريول الترجي ومن بعد جمعه يلبس مريول النادي الافريقي حسب رايي مشكور رده فعل من الجمهور انت علمت برده فعل انا علمت بها كيفاش هذا ماهوش نبيل معلول والا الدراجي والا المساكني باش الجمهور ينجم يكون يولي نبيل معلول ينجم يكون يولي الدراجي شفت رده الفعل تاع على معز مشرفي حسب ابن النادي السهيلي ماهوش ابن النادي لا لا يولي ابن النادي وسام السلامي مش ابن النادي ولا ابن النادي راهو اللي يدخل شكر يا السلامي في النادي الافريقي اللي يدخل النادي الافريقي اللي يدخل النادي الافريقي راهو عكس الجمعيات الكل مش نحكي على النادي الافريقي نحكي على الترجي انا ما تنسنيش انا النادي الافريقي اللي يدخل النادي الافريقي راهو صحيح يتسبق ويولي ما عادش يتخاذل لا حتى خلينا نتعدي انا ما قلتش باش يمشي يتخاذل من النادي الافريقي بالعكس قاوس حل واحد التهمه لا التهمه انا مش موضوع ما قلتش اللاعب متخاذل قلت التهمه باهي خلينا نتعديو نحكيو على النجم الرياضي الساحلي هو الطبق الرئيسي اليوم في الحصه نتاع اليوم ومن بدينا تقريبا الميسيون ما خذاش حقه الاتوال في الحصه هذه خلينا نمشي ديريكت لمروان تاج باش نسال سبيسيالمون على وجدي كشريده تقريبا متفق اللاعب هذا مع النجم الساحلي على كل التفاصيل في انتظار الامضاء النهائي مع الفريق اخر الموسم اللي فات مروان كنا حكينا انا وياك على وجدي كشريده بخصوص خاصه لوفر نتاع الترجي الرياضي التونسي انت قلت لي مستحيل يمشي للترجي انا قلت لك لا فماش حاجه مستحيل في الكوره اي ملاعب يمشي لاي جمعيه تو خاطر الملاعبيه الكل الفلوس كلامك طلع صحيح صنع الاستثناء كانه وجدي كشريده ويبدو انه رفض عروض كبيره من الترجي مقابل حتى ضحى ماليا مقابل انه يمشي للتوال يحب برشا ظهر للنجم الساحلي وجدي اكيد اسلام انا شخصيا الملاعبي نعرفه معناتها لعبت معاه في الاتوال و... واليوم سهل وربي باش مشى يحترف لبرا وجدي كشريده على قربي لي ذولي اكثر حاجه ما يخممش فيها بالحق اسلام يخدم الكوره مي ما يخممش برشا في الفلوس معناتها الامكانيات نتاعو معناتها كما نقول الظروف نتاعو الماديه ومع العائله وكل شيء اللي نعرفه معناتها سافا لاباس عليه مي حاجه اللي كونه اكدها لك اللي هو يحب الاطوال في الدم معناتها
سيرتو فما برشا جواريت انا نعرفهم وباش نزيد نسمي لك كيما مثلا امين بن عمر بوغطاس وجدي كشريده هذوما بالحق يحبوا جمعيتهم على الاخر. ما يتبقى قاعده مسلسل في وجدي كشريده انا بدي مستغرب عندهم عندها الحكايه توا شهر يتفاوضوا معاه وملاعبي توا لا عرف شنو باش يعمل. ممكن الساعات هذه القريبه ممكن نراو وجدي كشريده في النجم هذا الزيح هذولي ماهوش باش يبخل على جمعيته الام. ممكن اسافوا الملاعبي لعل قلت يستنى في حاجه ممكن يحب يكمل يواصل يحترف في البرة. ما يتبقى انا اكد لك لكونه كان باش يلعب في تونس باش يلعب النجم الرياضي الزيح. ما سميتش مروان تاج مع الملاعبيه اللي سميته كيف؟ لا نحكي لك انا مني ما قلت لك انا معناتها كيفاه تحبني نلعب وين؟ في الترجي مثلا. لا امبوسيبل امبوسيبل. سميت بن عمر وسميت بوغطاس ما سميتش مالو انتاج. لا كما زدت نلعب في الاتوال ما نلعبش بالاسبيرونس. علاش؟ ما نلعبش. احتراف اتصلوا بكم بالاسبيرونس. انا ما نلعبش. ما نستناش تليفون. سامحني يا خويا سلام. كلموك الترجي باش تلعب في الاسبيرونس انت؟ مش كلموني. انا ما نستناش باش نسلم ثانية هما كلموني. مش كلموك انت مرضك نتاع الترجي؟ لا. لأنه كان اتصلوا بك ولبستوا نار المريول راك ما توصلت تتكلم الكلمات. لا ما نلبسوش. نعدي تو. ما نستناش تليفون منهم انا. نعدي. انا سألته سؤال مش هو. انا جاوبته عاد. خلينا نسألك سؤال. على محبة لا على هما محبتهم فيا انا ما نستناش منهم تليفون. ماتي انت ما يزي عاد. ما نستناش. يزي عاد. اي يزي رضيت في تونس لعبت في جمعية كبيرة اسمها النجم الرياضي الساحلي. ونعم. والحمد لله. لا لا. والنادي الافريقي. ممكن. اي هاكا شفتوا. اي ممكن. اي بيان سور ممكن. انا. نخمم. علاش مروان؟ ممكن. نادي الافريقي ممكن. شنو يعني كان جاتك اسبيرونس شنو الفرق بين كان جاتك بروبوزيسيون من الترجي لا لا مش ما نمشيش ما نستناش تليفون يخوك اكبر منك تشرف ما نستناش تليفونه ما نستناش تليفونه كبير ما نستناش تليفونه مش ما نمشيش شنو الفرق قلت لي الكلوب ايه ترجي ده ماريو الاسبيرونس تخيل عليه ها الفرق كيفاه خليني نقول لك انا خليني نقول لك انا هذا يلعب كوب افريكا هذا يلبس ماريو الاسبيرونس يلعب كوب افريكا يلعب كوب افريكا مع شكون؟ مع الاسبيرونس ماريو الثقيل عليه ما نستناه ماريو الثقيل انا نقول لك انا يا ماتري عايشك حتى ماريو الكلوب ماتري عايشك انا نحكي عن الاسبيرونس الاسبيرونس قال لك لا اي ما نمشيش يتمنى شفاش يتمنى في المنام يلبس ماريو الاسبيرونس يتمنى الجنة اكثر من الجنة نتاعك يا لطيف لا يمثل خليني نسأله انا جاوبني على السؤال علاش الكلوب اي الاسبيرونس لا ممكن انا هكا ممكن نخمم نقول مثلا الكلوب النجم مثلا اي علاش النجم والاسبيرونس لا؟ هذيك اموري يا سيدي قول لنا هي قول لنا شنو هو شنو السبب؟ هذاك اللي احتفظ به الروح يا سلام احتفظ به الروح ماك سالتش خاطر الترجي ما عملتوش تليفون قد ويجا وبرشا كيف راهو برشا كيف ما حبيتش هذا ولا بالمجد باهي خلينا نسالك سيدي انت وجدي كشريده نجم يكون اضافه كبيره للنجم الساحلي ظهري في الموسم الجاي اذا كان تمت الصفقه اكيد توا مثلا تو تقول لي وجدك علاش ما صححش لتوا؟ علاش ما صححش؟ وغدوه اخر نهار في الميركاتو جاوبني انا ماذا بيا نسال سؤال سي مروان لا ما يمشيش للترجي وما يلعب كان في الاتوال صحيح هذا اتجاه ورايه الخاص ونحترم رايه لكن علاش الى يومنا هذا ما دامك انت اتواليست في الدم وتحب الاتوال علاه ما صححش؟ ما هو حاب نقول لك عليه ما صححش قول لنا الطفل هو متكون في النجم الرياضي الساحلي ما تعطيناش تاريخ ما قلتش تعطيني تاريخ مش احترف علاش ما صححش في الدوري تو علاش ما صححش سيكيو سيور وانا نضمن لك واني ما عنديش تو ما عنديش اتصالات بيه وما نعرف حتى شيء اما ظاهر الحكايه الطفل خرج من تونس احترف في البرا صحيح ما قعدش برشا ما جاش تو لوكازيون معناتها باش يشوف جمعيه اخرى البرا ممكن ما عندوش قعد يستنى في اخر فرصه وانا اكد لك اذا فماش حاجه البرا كشريد 100% في النجم الرياضي الساحلي معناتها يستنى كان جا اوفر اي اوفر من برا يقعد البرا بيان سور مو هكا بيان سور ما يسالش حتى عاد اسمعني وقت اللي انسان يحب الاتوال يشارج با الفلوس نمشي للاتوال اي ما هو زاد الاتوال حاجه تبيه وانت قلت والجمعيه نتاع الاتوال توا حاج سبيل إيه على حاج ما صححش توا إيه ما هذا السؤال إيه ما هو سامحني سي رضا كي انا نلقى حاجه في الاوروب يا اخي ماذا بينا نحن نطلع احنا كجواريت نحبوا نمشيو اكثر في النيفو نتاعنا نلعبوا البرا بربي عايشك بربي بربي مليون ما تخرجناش من الموضوع نتاع يعني قلت لك في اوروبا بربي لو حنيكم من اللغه إيه مارينا حتى جوار تونسي سامحني يا سلام باش نقول لك شنو هذين الجواريت مارينا حتى جوار تونسي اعطى الاضافه للكيف ناسيونال اللي يلعبوا البرا هذاك تو ميريت بي بكل احترامي ليهم قال شنو خلي يلعب في البرا وهبي الخزري وهبي الخزري لوسول اذا تعرف لا اعطيني ترى شوف المغاربه اللي يلعبوا البرا
شوف الجزائر يلعبوا لبرا في اوروبا شعطاو ليكيب ناسيونال واعطيني سمي لي جوار انت خلي وهمي الخزري اعطيني جوار جير تونس وصلنا كيما نحبوا احنا السيري دايدوني لا يوسف مساكني نحكي اوروبا اوروبا عايشك ما تبديش مساكني يحكي على اوروبا سيد شنو اوروبا ما قلت لي ونمسكني مش محترف تحب تطور في اوروبا تولي تمشي بالعاطفه هكا راك بما تطورك تولي تمشي بالعاطفه تحكي على اوروبا المحترفين البر نحكي اون جينيرال يحكي المتجنسين لا 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 نحكي على اوروبا انت قلت انت دير القمه يتطور في اوروبا سيليفا منتصر الطالبي تطور ايه ايش بيه ولد اسبيرونس ايه خليني من ولد اسبيرونس عطاونا حاجه يا اسلام بربي اعطيني نتائج يا اسلام خلنا نتكلموا توا انا جرب صافي هاي يا خويا بكل احترامي اليوم شنو اللي عطاونا؟ احمد خلص لك انت لا لا دقيقه جاوبني اعطينا النتائج اللي عطاهمنا هو اللي عطاهمنا لا هذوكم لا الاخرين صحيح كيف معناه؟ ما انا سالت له علاش يقول لك يمشوا يتطوروا في اوروبا؟ مادي النفط اعطى اضافه مادي النفط وين نلعبوا في اوروبا؟ اعطى اضافه ما اعطيتنا مادي النفط انا هالنفاق هذا ما نحبوش اضافه كان قائد النفاق هذا ما نحبوش نحب ريزلتا انا جيل 2004 خذينا كاس افريقيا نحب ريزلتا خذينا كاس افريقيا انا اعطى اضافه مادي النفط انا خذيتها 2004 2004 هذيك اي شو ماهيش كاس افريقيا 2004 انا نحكي لك على التاول قاعدين يتطوروا في اوروبا قاعدين وين يلعبوا في اوروبا ديفيزيون 2 ديفيزيون 3 عليه تينا وحليك من هاللغه هذيا باهي احمد اطمن انت بالملاعب بالوفاء نتاع الملاعب ولا توا اليوم الفلوس هي الكل احنا كي انا ما نعرفش انا ملي شفت مثلا خالد القرب يمشي من مترجي للكلوب اسامه دراجي مترجي للكلوب الامثله هذو معناها باش تبجي مثلا قبل من الكلوب للترجي ما عادش نامن اللي فما وفاء في الكوره لا 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 هنا الوفاء يا ريت اليوم كشريده صناعه استثناء لا كشريده صناعه استثناء وكيفاش صناعه استثناء رجع للنجم الساحلي جاء ايه جاتوا عروض من تونس باش نقولوا الترجي الترجي واكبر واكبر من حتى وليد غرفيلا في موزايك معناه كان اكد انه الترجي اتصل بكشريده وقال لحظه فقط شريده وقال انه اللاعب يفضل يرجع يلعب في اوروبا لكن يبدو يمشي يرجع للنجم الساحلي اليوم الى حد الان هو كشريده باش نحكيو على الوفاء الى حد الان مازال ما رجعش للنجم الساحلي وانا ارجو واتمنى ان يرجع كشريده للنجم الساحلي لانه سيكون كاضافه كبيره للنجم اللي في حاجه الظاهرين ايمن ويسار لا ما نربطوهاش للملاعبي كي ما مشاش الاسبيرونس ولا حتى نثبتوا اللي هو يرجع للايطوال لا مازال ما صححش مع الايطوال لا 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 نقعد في الاوروبا تربطهاش هكا ايه بالعكس هو يعطيه الصحه تفرتي ما قالوش الوفاء الوفاء راهو النجم الساحلي كان اولويه بالنسبه لكشريده كي اتصلوا به راهو ديريكت موجه صح النجم ما يخليهاش اون اتونت ليطوال لا جمعيته يدلل عليه جمعيته تدلل عليه وهو يدلل عليه كرة القدم احتراف ولا مجال للعطفه فيها ولا مجال للانتماء تعطيني فلوس وعقد به نحكي معك نحكيو على ولاد الترجي التونسي شكاو بها ولاد النجم الساحلي شكاو بها ونادي ولاد النادي الافريقي شكاو بها وصلوا فما ملاعبيه رجال خويا فما ملاعبيه رجال هاو اليوم اثبت كشريده ممكن كما قالك انت تنجم تجيبوا الاسبيرونس اللي ما يتشريش بالفلوس يتشري برشا فلوس خويا الغالي ما اليوم هو اثبت لاونو اللي هو 100% ابن النجم وغيور على جمعيته ما اليوم نربطوهاش كما هو يدلل قال عطى الاوكي للنجم الرياضي الساحلي ولوفر نتاع ترجي تقريبا ثلاث اربع مرات قال ولوفر نتاع ايطوال هذا نحكيو عليه ما نربطوهاش برجع حتى نشوفوا يرجع لايطوال انا نربط برجع يرجع لايطوال اذا كان رجع لايطوال وقت تحكي يرجع وقت ما يحب هو اما ما يخليش لايطوال معناتها لا ما يصيرش لا لا نورمال جمعيته تدلل عليه ينجم يزيد يعطي عام اخر في الاوروبا ينجم يكون عندهم محاسبه صحيح فوالا ما نربطوش هذا بهذا ميك شريده طلع راجل ابن هذا ابن النجم الرياضي الساحلي لا ما تدخلش رجوليه مش يمشي من جمعية الجمعية لا مش لا لا انت تحكي على الفلوس وفي انا قلت مش رجولي صحيح ايش كمان انت كنت تحكي كما قولوا على الدراجي وعلى القربي وعلى فلان وفلتين بعد برشا عاوك انت صارت قبل مع النقاز ومشي للتراجي والنقاز زاد كيف كيف ابن النجم الرياضي الساحلي كيما صارت مع مجدي تراوري كيف كيف زاد وساحيت ما تزدام ومجدي تراوري زاد برشا ملعبيه اليوم كشريده ابن النجم الرياضي الساحلي يرجع وقت ما يحب هو واليوم اثبت الوفاء نتاعو اللي هو النجم الرياضي الساحلي حتى النجم الساحلي زاد ماهوش نامبورت كان كلوب يرجع وقت اللي يحب هو لا ولده ولده لا سامحني ماهوش يرجع مش على كيف هو والنجم يغير على اولاده وانا نعرف انا العبد ويغير على اولاد وذوما ووقت ما يحب الدار يا فخر
فخر للنجم الساحلي وبالتمام يا اما مش تخليها معناتها فعالة دقيقه انت ماكش ولد النجم كيما قالك مختار كيما انت ناقص وفاز كيما قالك مختار دبوس اسامه السليم جاي كور في الكلوب ولا حب الكلوب اي وانت ولا مشيت لعبت في الاطوال ولا تحب الاطوال ناقص وفاء مال اه كيف اسمعني لا انت ولا لي تو شريده وفاء باش ما ماكش ما عندكش وفاء لا لا باش ما اول شيء كلمنا بالغال تراه حتى الملاعبيه اللي مشيو من جمعيه لجمعيه راهو يخدموا الارواح كيف وتحب سميلك سلام سي تانشوا النجم تعطيني المليارات ما نحبش نلعب في الجمعيه اللي قصدي نرتاح انا في الاطوال اللي قصدي عليه تكلوا بعضكم عليه تكلوا بعضكم انا اليوم كي نحب النجم الرياضي ساحلي ولا لعبت شكون عليه تكلوا بعضكم نهار كامل تجبدوا لي هاو الاطوال الاطوال انت لعبت في جمعيه لبست مريوله نحترمها ويعطيهم الساعة ليه تكلوا في بعضكم أما تحكي موضوع على الفرق الأخرى راهو هنا البلاتو يلزم الناس تتحمل أنا مياه راني مانيش مشجع أنا الرب الخير خويا الغالي تبداوش تكلوا في بعضكم كي نحكي اليوم على الإطوال وليت وفين للنجم الرياضي أنا ندري العام وفين للنجم الرياضي الساعي أكبر غلطة عندتها الإسبرانس علاش باهي الإطوال أكبر غلطة عندتها الإسبرانس اللي ما جبتكش باش ما تقولش كلامنا بالغلط كيف كيف كما قلت معناها هذا احتراف الملاعبيه الكل من حقه يمشيوا من جمعيه لجمعيه مختار خلاص لكن على موضوع الثاني خاص بالنجم البارح تم الاعلان رسميا على رفع منع الانتداب في النجم الملاعبيه باش يكونوا مؤهلين المنتدبين الجدد للجوله القادمه للبطوله تقريبا الاطوال حضر ريكيب باهي السنة لا لينا انتدابات قائمه ما تفوتش برشا النادي الافريقي الحقيقه انا تو نتخيل بطوله باهيه باش تعدى السنة التراجي موجود كالعادة الإطوال نادي الإفريقي سي اس اس رغم شوية نقائص أنا شخصيا مش مقتنع بالممر نتاع نادي رادي الصفاقسي لكن أنا نقول لك حاجة باش نرجع موضوع كشريدة الماتش الأولاني مع الأولمبي الباجي رينا الحقيقة خلل كبير في جهة كشريدة في الكل عاد لا لا خليني نحكي لك الفريق مبلاش منتدبين انا نجي نحكي نحكيها ونحكي لك من الناحية القانونية غدو يتسكر في تونس وانتم اللي تحكيوا على الأوروب تسكر انا اللي عندي معلومات ثابته فما مصر محلوله كمل حتى توثبت لوروب ولا مصر هذا مصر رجع للتوال الاخير قعد في الاطوال زيد فما مصر يبدو لي يصحح في كل وقت مش مربوط بالميركاتو ظهر لي خاطر ليبر الملاعب انفصل لك هو ليبر لكن انا اللي فهمته ما فماش شوف البرا كشريد عنده وضعيه خاصه شخصيه عائليه طلب من النجم الرياضي الساحلي يتدرب ينجم يتدرب ويحضر للميركاتو الشتوي هذا الكلام اللي موجود ما فماش علاش تو نحبوا نخموا بشويه عقلانيه شنو يخلي كشريده 19 سبتمبر ما صححش في النجم الرياضي الساحلي عندك معلومات ولا معلومات ولا تخمينات لا معلومات وصلتني مع محامي من جهه سوسه قال عنده شويه مش راكح مخه في كونه نجم يكون من الاوروب كان يخم في حاجات اخرى مع احترامي النجم الساحلي كما حكى مروان لكن اسلام هو نحكي لك حاجه انا بالنسبه لي انا الوفاء عندي انا بالنسبة نحكي عن النادي الافريقي وسام بن يحيى نحن كرمنا وسام وزهير الذوادي زهير الذوادي مشى للإطوال قلت لي هو زهير باهي نحكي لك زوز أفكر لا لحظة 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 مختلفة في النقطة ذي أنا حكيت مع زهير حتى هم بريفي معنا بيناتنا احكي لي على الظروف نتاع مشيتو للنجم الساحلي الحق كان عملت تنازلات المالية لكل وقتها مع سليم الرياحي هذا على لسانه هو نحكي تحت مسؤوليته هو يسمع فينا عملت تنازلات مالية كبيرة مع سليم الرياحي نقص له في شهريته وافق نقص له فلوسه القدم طيح له فيهم وافق وبعد سليم الرياحي ما عادش يزاري تليفون دونك الملاعب هنا يقعد بطال سليم الرياحي لا نعرفين هذا من اسطنبول اللي عمله سليم الرياحي في 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 في, في ادارته لشان النادي الافريقي هذا كلام زهير بيتو نحكي لك لا باقي نبقى هنا مو نحكي تاريخ توا وسام بن يحيى جاته برشا عروض في تونس رفض باش يكون موجود خارج الكلوب حلت له البيبان ما رفضتوش الكلوب اي خلينا هو الاطوال صحيح انا نحكي على الوفاء اللي تحكي عليه انا زوز اثقل معناها انتقالات صاروا في تاريخ الكوره نأكد لك بالأسامي الأسامي اللي سميتهم الكل ما جيوا شيء قدام انتقال نبيل معلول للنادي الإفريقي في الظروف هذيك وفي التراجي هذيك ونبيل معلول يلبس ملون النادي الإفريقي وكوب دراب ويبوس الشعار والثانية الحقيقة قاعدة زيادة موجودة اسكندر السويح معنا زوز أثقل وهنا شفنا طوال الوضعي أنا بالنسبة لي أنا رأوا هذا احتراف لكن أنا كمحب ولا أنت يا أحمد ولا راك ما تنجمش ترى ولدك يلعب في جمعية أخرى مثلا أنا ما تنجمش ما تقبلش توا ولينا نقبله توا كشريدة وقت اللي يحب يصح في الإطوال رغم الإغراءات المالية اللي صارت ويقعد ويقول راني موجود شابو با الكشريدة
شوف سلام بربي سامحني في الموضوع. هل احنا نحكيه توا في عهد بروفيسيوناليزم واحتراف ولا لا؟ احتراف صحيح. شنو هي المشكلة ملاعبي في الكلوب مش الاسبانسر من الاسبانسر؟ لا فما حتى مشكل. فما حتى مشكل. انا جو دوموند معناتها وفاء ما وفاء. معناها في كورتك هذه بتيرانيتك عندك احتراف، معناها الاحتراف تحطه كان في الجوارات. معناش احتراف. البروبليم نحكيه على ملاعب يصنع الاستثناء لهنا، معناتها هذايا وين؟ كيفاش كيفاش؟ على ملاعب يصنع الاستثناء معناها. لا وعمل الاستثناء. شكون؟ شو اسمه؟ وسام يحيى. هاو استنازل هاو انا منحبش مثلا نمشي بحر الملاعب يرتاح فكان الجمعية متاعه يرتاح خاطر فما ملاعبية تفكر غير الفلوس راحتي وين نلقاه وين نلقاه 100,000 ديفيرينس ولا 200,000 ما تخلينيش نخرج من الجو اللي انا مرتاح فيه فما يا شواء فما جروب فما برش حاجات اما انتماء ما انتماء البروفيسيوناليزم واضح بيه سلاف ليه كلمة علي توالينا بيه بالنسبة إلى النجم الساحلي أنا أرى اللي الفريق نجح في إعادة ترتيب البيت وهذا يعود أساسا إلى رجوع زبير بيا إلى حظيرة النجم الساحلي. ما كان حد يتوقع لتوال باش توصل للمستوى هذا. طبعا وين كانت لتوال وين أصبحت أول الصيف ونجح زبير بيا في أنه يحيط نفسه بملاعبية متشبعين كرة ويحبوا لتوال ونجحوا في القيام بانتدابات قيمة جابوا ملاعبية مع تقادرين على أنهم يعيدوا الإشاعة لنجم الساحلي انتدبوا مدرب نجح مع الملعب التونسي صحيح النجم الساحلي إن شاء الله يصبر عليه ويخليه برك أنا عابش نقول حاجة النجم الآن في حاجة إلى أنه تغير فئة من جمهوره في سلوكها وخاصة أصحاب الصفحات باش ما نقولش المدفوعة الأجر اللي هي يعني تعيش وتتمعش من الإساءة للنجم الساحلي ويسيئها أنه النجم الساحلي يرجع لمكانه الطبيعي أنا ريت من أول ما استلم زبير بيا مقاليد الفريق ريت الباجات تدعي حبها للنجم الساحلي بدأت بالتشويش والتنبير على زبير بيا ثم الآن يتكرر السيناريو مع المدرب رغم أنه المدرب ما خداش وقته ما اعتمدش على ملاعبية المنتدبين أنا تفرجت البارح في لقطات في كومباكت بتاع ماتش الودي بتاع النجم الساحلي سليمان. وسليمان النجم تغير كثيرا النجم تحسن اللعبة متاعه كثير رينا النجم الساحلي يمتلك الكرة رينا فما طريقة لعب واضحة رينا فما تدرج سليم بالكرة ورينا زاد الإضافة متاع نزار الشميسي اللي ملاعبي تقريبا هذا ما يحبش مروان الكلام هذا في البروفيل متاع البلايلي أكل الملاعبي قوي في الآن كونتر آن الملاعب يمشي ديركت مور الديفونسور وبروفوكيه ويتعدى هذا إضافة كبيرة للنجم الساحلي النجم ما زال في حاجة إلى قلب هجوم قادر انه يحاول الفرص تسجيل الى اهداف فما كونتين مثل ما جاش وفما زاد فما شوات ايه. لو فراس شوات يكون حاضر معناتها فيزيكمون ومونتالمو قادر انه يعطي اضافه كبيره للنجم الساحلي أنا قلب هجوم في تقديري على جمهور النجم الساحلي ان يصبر قليلا على هذا الفريق لانه تقريبا حتى الملاعبيه اللي جابها من النجم فيهم الاربع او خمسه شهور ما لعبش كوره انا وقتاش نقيم عمل المدرب ولا نقيم النجم الساحلي بعد خمسه سته جولات وقت يصير الانسجام وتصير اللحمه وتولي عند المدرب عنده رؤيه تراه خويا نعم كيفاه انا اليوم عندي موسم مئوي وتحضر مئوي شوف شنو نعمل نطيرو لا لا اسمعني بدو باسيون زاده شوف على جمهور النجم ان يصبر ويكف على التنبيه يمشي يعمل اشتراكات كما عملت الكلوب والاسبيرونس جمهور النجم في عوض انه ينبر انا ما نقصدش الجمهور الكل فئه من جمهور النجم ساعه ما تحبش الخير الفريق باش نجيك وين نكمل معاك انت لكن فقط طلبت كلمه سيدي ذا بسرعه شوف نحب نقول مبروك الى النجم الساحلي ويسامحوني جميع النوادي نتمناو اللي يسير في رؤساء النوادي يكون عنده النظرة الفنية فما فرق بين زبير بيا وقت اللي يختار ملاعبي وفما فرق بين أنا داخل بريزيدون داكوردو ونصرف الفلوس ولا اللي هو لكن النظرة الفنية ومستقبل الفريق فما فرق وقت تحكي مع زبير بيا في الكرة وعشت معاه أنا زبير بيا 15 سنة حكيت معاه ونعرف وش يحكي على الكرة في الإمارات دونك بريزيدون زبير بيا اي تكنيسيان ممكن يغلط سبحان الله بشر لكن وقت اللي يعمل لك ريكروتمون منه بريزيدون إلي ريكروتور إي نا با بوزوان زبير بيا إي ليتوال إي نا با بوزوان دان ديريكتور تكنيك إي نا با بوزوان باش واحد يوجه زبير بيا في اختيارات الملاعبية واضح به هذا سي تان شوار ومبروك على ليتوال كمل معك مروان دو بوان قبل ما تمشي مروان كلمتين بركة بالنسبة لي أنا
النجم الرياضي الساحلي رغم انه خرج من الازمه، لكن كي نجي نقارنوه بالنادي الافريقي ماليا نحكي، النجم الرياضي الساحلي مازالت عنده بعض مشاكل ماليه. صحيح ماليا، النادي الافريقي، النادي الافريقي 90% خرج باعتبار الفلوس تم ضخها. راهو النجم الرياضي الساحلي في ملفات اللاعبين تم معناها الاحتكام شويه المعارف للوساطات باش سكروا الملفات هذوما. ولجنه فرض النزاعات الجمهور تعمل خدمه كبيره جدا الجمهور. لكن نقعدوا ديما اللي كونوا النجم الرياضي الساحلي مازالت عنده بعض العوائق الماليه. ماديا صحيح، مش معناها النجم الرياضي الساحلي لليوم مازال لازمه ضخ المال من الجمهور ولا من حاجه ثانيه. باش تشوف تناقض مروان تاج وقت اللي صالح يجبد على شوات، ما جبدش، ما حكاش على صوات في العمر، ما حكاش شنو هو الاضافه وشنو هو الواحد. لا نحبوا يكون واضح في البلالي وفي شوات، كيما حكى على البلالي قال زيد جايبانه، ونحب نسمعوا في رايه في شوات. احنا خلينا نسالوا ساعه بعد انت يحكم عليه. باهي مروان خلينا ناخذ رايك. مختار ديريكت مازال ما حكاش، خلينا ناخذ رايك في الانتدابات اللي تقال، كيفاش تشوف اللي تقال في الموسم الجاي؟ خلينا نقولوا حقانيه ساعه، خلينا ان شاء الله مختار يرضى علينا كي باش نحكي انا تو. شوف اسلام، على حسب الريكروتمونات اللي رانايهم يظل ماذا بينا بيا ويخرج ويصرح يقول راني انا قمت بالانتدابات هذوما. خاطر علاش اليوم كي راه خمسه ملاعبيه من نادي الرياضي الصفاقسي نوان يقول لي انا لونترونور اللي هو اللي طلب الريكروتمونات هذوما يتحمل مسؤوليته؟ لا 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 نقارش الكلام هذا. شنو المشكل معناها؟ خمسه من السي اس اس مشكل معناها؟ خمسه من السي اس اس معناتها لونترونور هو طلبهم بالاسم؟ وانا بطلبهم، شنو المشكل؟ باحتراماتنا للملاعبيه هذوما يا احمد، انا نحكي لك كي راه خمسه ملاعبيه من نادي الرياضي الصفاقسي نقول لي هو حمادي الدولي هو. اي شنو المشكل؟ لا معناتها نرجع سيري ذاق، لا نرجع سيري ذاق، زبير عنده عين كبيره في الملاعبيه. اه تنحكي جيبهم من اجاكس عادي، معناتها جايب جي خمسه ملاعبيه من اجاكس. كل واحد اليوم يتحمل مسؤوليته. مدرب جابهم، شكون ضامن انت المدرب اليوم شو قعد في النجم الرياضي الساحلي؟ ما وين تصور فما تنسيق بيناتهم الزوج. صحيح، اما هي اكثر يقعدوا يتفاهموا هذاك نجيبوه اليوم. اليوم المدرب يتحمل مسؤوليته. بالنسبه للملاعبيه اليوم اللي جات ليطوال، الاهم حاجه قلت لهم اليوم في النجم الرياضي الساحلي اللي هي خلصت الديون نتاعها موسم المئويه، يتسمى تيتر كي خلصت الديون نتاعهم، خاطر الجمهور اليوم يستنى عوده ليطوال. انا نعرف جماهير النجم الرياضي الساحلي راهو حتى كما نقول لك بلغه اخرى حتى على البيس ينغر، يحب جمعيته ديما تلعب على الالقاب، ولاي واحد باش يلبس مريول يتورى وجاي باش يلعب على الالقاب. اليوم بدايه موسم الحقيقه حاجه ما تعجبش في الاطوال، علاش حسب نحكيو اليوم الاطوال بدات ترجع قويه وترجع، لا لا عكس هذا ما غلطوش العباد، لازم العباد تكبس رواحها، تعرف شنو باش تعمل في الموسم هذا، خاطر اليوم ماهوش بالسهل. اليوم انا حسيت بيا تزرب برشا في الريكروتمونات. من كثره الفرحه نتاع ديون اليوم الجمهور صحيح النجم محتاجه ملاعبيه. ايش عليه خايبين اللي جابهم زبير؟ اسمعني انا نقيم الملاعبي قداش كور عنده في ساقيه. هاك حكمت في الجوله الاولى اللي تو لعبت مع 10. انا باحتراماتي للملاعبيه هذوما اليوم اسمع، تحبوا نحكيو اون جينيرال؟ خليه يكمل احمد، خليه نحكيو اون جينيرال. اليوم ما عندك حتى ملاعبي في السوق باهي، يا حسرة على الكورجي اللي كانت قبل. مي انا غالب في السوق موجودين هذوك، كي نحكيو راهو على هنيد، نحكيو على دكدوك، ونحكيو على الشوات. خلينا نكون واقعيين، يعني علاش اليوم الباب ديت ماهيش باهي في النجم الرياضي الساحلي؟ حتى نحكي على الماتشوات الامريكيه اللي عملتهم. اليوم خاطر الملاعبيه ناقصه ريتم نتاع ماتشوات في ساقيها، وباش تحب لك باش تقلد. راهو الشامبيونان نتاع تونس اليوم تشوف فرش في الافكتيف نتاع الاسبيرونس، راهو اذا ما تاخذش بايك من الاول راهو سايا الشامبيونان راه. خلينا نكونوا واقعيين. اليوم الملاعبيه اللي جات اليوم الملاعبيه باحتراماتي قلت لك اللي جات الملاعبيه، ما هي غالب هذاك السوق اش فما؟ راهي عندها ملاعبيه راهي فوق ستة اشهر ما كورتش. بخيسال اليوم تلعب في الاطوال عندك ستة اشهر ما تكورش. واضح حاجة. فما جمعيات لامبورت كيم ما نسميش، يسمع من بلاعبي عنده اربع اشهر ونعرف ونحن ما نحبش نسمي، اربع اشهر ما تكورش شهرين ما ياخذوكش. شوف اش قام اليوم بخيسال اليوم باش تلعب في الاطوال. قلتها انت مروان السوق فارغ. السوق فارغ بيان سور، مي اليوم انا نريض، انا فما تعاملت بعض المدربين يقول لك جوار باش يجيبوا لي ما يكونش لاعب فوق ال 10 15 ماتش و 20 ماتش في الشامبيون عام ناول ما يجينيش كاور عندي. اليوم حسيت كانه كما نقولوا هذاك اغلى راهو يا مروان. لا لا اغلى الحين الماديه نتاع ليطوال. لا 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 اسمعني اخي ليطوال، اخي اسمعني راهو الكلام، اسمعني انا ناخذ على قدش عندي في مكتوبي وشنو هو اللي موجود. يا سيدي دار لو الامكانيات كانت متوفره عند ليطوال كان جيب جيب مخير اكيد جيب مخير اكيد صحيح. سيري دار سيري دار احنا كملاعبي ونعرف الانتوراج اليوم حتى ملاعبي ايش اكلمك حتى عدله ما يتمنيش يلعب في الايطوار.
باش تقول لي ظروف ماديه ومش ماديه. شنو نجيك نكلمك؟ يجيك الاتوال بلاش يا اخي سامحني انا بلاش يا ديش اخلص حق ايش اخوذ فلوس واعطيني حقي في الدراسه. انا علاش تحكم عليه من توا جواريه؟ جواريه كاليتي سامي يا هنيد مش اسم بنشوف مش اسم الشميسي مش اسم يا دي مش اسم انا عندي ملاعبي ملاعبي اسمعني يا ملاعبي دو كاليتي اللي جابها من زوايا ملاعبي ملاعبي جابها من الدو ولا من تروا يا دي انا من الدوش انا دي ملاعبي عندها اسامي يا دي اسامي ما لهم نرجع نكور انا دي زيكس انترناسيونال نرجع نكور انا توا ليكيب ناسيونال لا يسي وعد يسي نرجع نكور يلعب وانت باش تحكم عليه انا مش باش نحكم سامحني احنا هذه راهو هذه النظره اللي خلت لي طوال في بعض الاحيان يا عاد انا قايم في سؤالين اصبر شويه اصبر خلينا نشوفوا اربع خمسه جولات ليه انا نحكي لك توا انا ما نعرفش حتى شو باش يصير من بعد اما كي نحكي انا توا علاش تشيهم معناها مش حتى تشيهم نحكي يا الريزلتات عجبتك انت اللي طوال توا تفرج في الماتش امريكا انا متفرجش انا نمشي بالريزلتات عايش خويا الريزلتات شنو ما لعبتش لي طوال مزيان لا ودي ماتش بلاش لي منتدبين لعبت ضد بنكرتين لعبت ضد بنكرتين اي بلاش منتدبين ضد بيجا بلاش منتدبين لا خويا بالمنتدبين بالمنتدبين ضد بيجا ضد وليد والكلهم لا ميكال لا يا ما غلطوش اسمع ان شاء الله الجاي خير من غلطو احنا صحيح تقول لك انا يكون ايجابي يكون ايجابي اسمع قلت لك ان شاء الله الجاي خير مي انا كي قيم ريكروتمنت اللي جاي تو اللي طوال كي نسمع بجواريت عنده 6 اشهر 7 اشهر سلام راهو برج الحقيقه راهو عيب كبير عليه عيب بيان سور ما تدخليش انا لا في الاطوال عندك 6 اشهر ما تكورش عايش خويا سلام مهما كان اسمك انا جيب لي فرخ صغير حتى ما عملش اسم وكومبيتيتيف نجيبه هو قبل الاسامي اللي عملها لاعب شاب صغير مش اي لاعب شاب بسرعه ما عادش عندنا وقت في بسرعه 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 خلينا نعدي قاعد نشوف فما تناقض كبير من مروان مره يقول سوق فرق ما في شيء يا دي قلت لك انا السوق هو تفضل تفضل احكي انت تقول السوق ما في شيء وطلوم على زبير بيا والتوان جابوا هذوما اعطينا البديل انت يا سيدي انت تو توليني لا وكيف قال احمد فما ميزانيه مروان بيا هيا نحيد الملعبيه هذه وسميني على الناس اخرين هيا تفضل يا دي مش شغل سميلك انا مش حكايه تويا مش سميلك قلت لك اليوم في حكايه فارغه مال جريس سوق هذاك هو الموجود قلت لك هذاك هو تو في السوق موجود مال الملعبيه اللي جات هذوما ماهوش كومبيتيتيف واضح هاي خاسر على شنو عليهم مالك ماهوش كومبيتيتيف تحب لهم باش يحضروا تحب لهم باش يحضروا نحكي لك سي بون خذا اكثر من وقت وموضوع نجم الساحل نمشيو للموسيقى بعد نكملوا بقيه الحصه نتاعنا اليوم. لكل عشاق الرياضه برنامجكم اليومي جديد.